واحنا هنفضل في العبث اللي احنا عايشين فيه ده لغايه امتى؟ انا مش عارف. النادي الاهلي بيان قد كده وقلته بالكامل مسانده للحكام المصريين وكذا 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 وكذا، ولا نطلع نزعق ونهلل ونقول ان الحكام المصريين دول، ده في بعض الحكام تم اتهامهم في شرفه وفي بيوته وفي ذمه ماليه. تخيلوا حضراتكم ان ما حصلش حاجه لغايه دلوقتي، ورئيس نادي ساحلي قال لك، عشان بس افتكرش ان احنا بنتكلم على حاجه، لكن احنا بنتكلم بشكل عام، قال لك انا مش عايز فلان وفلان وفلان دول يحكموا لي بالاسم على الهوا، وتم الاستجابه ليه. انا عايز اعرف دلوقتي يا جماعه مين اللي عين كابتن جهاد جريشه، بما ان الكابتن سمير عثمان لم يعين الكابتن جهاد جريشه كحكما لمباراه النادي الاهلي وبيراميدز.